متجددة لكم مشاهدينا، وصباح الخير لكل من التحق بنا الآن ويتابع في الشروق مورنينغ لنهار اليوم الخميس. نقول لكم مرحبا بكم، معكم إلى غاية العاشرة صباحا بمواضيع متعددة ومتنوعة. الآن مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، الحديث حيكون حول موضوع مهم جدا وهو الأمن الغذائي في الجزائر، والسؤال الجوهري هو متى تحقق الجزائر أمنها الغذائي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة الدكتور رياض جدار، أستاذ جامعي وعضو بجمعية حماية المستهلك. صباح الخير سيدي الكريم، وشكرا على قبول الدعوة. صباح الخير عليكم وصباح الخير على المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك سي رياض جدار. اليوم جمعية المستهلك في المساء عندها ندوة صحفية، لكن احنا حبينا نسبق لكم شوية في الموضوع ونحكيه على موضوع الأمن الغذائي في الجزائر. في البداية الأستاذ رياض، بالك الكثير من المشاهدين اللي يتابعوا فينا الآن حابين يعرفوا ماذا وشنو هو المفهوم تاع الأمن الغذائي، يعني لو سمحت في عجلة نشرح مفهوم الأمن الغذائي. شوف، السلام عليكم. ارتبط الامن الغذائي دائما ارتبط بتوفير الحاجات الاساسيه للافراد، وهذه الحاجات الاساسيه للافراد هذه تتغير الحاجات هذه من مجتمع الى مجتمع ومنطقه الى منطقه. دونك وارتبط هذا المفهوم هذا بالامن والغذاء من قدم الزمان. انا نشوف دوك الان توفير الحاجات الاساسيه للغذاء هي اللي سبب تاع الحروب، وسبب خاصة في القدم سبب تاع الاستعمار تاع قيام باستعمار تاع الدول الغربية إلى الدول الأخرى، لأنها توفر عندها الغذاء. ولهذا الأمن الغذائي أصبح مرتبط في خاصة في الدول الغربية أو الدول النامية بأن توفر ولا توفير هذه المواد هذه أصبح يدير لها عدم استقرار، وعدم استقرار يعني نعرفوا دائما عدم استقرار وعدم توفير تاع الغذاء يدي إلى جبهات اجتماعية ومشاكل اجتماعية. ولهذا في الدراسة تاع الأمن الغذائي يعني منظمة الأمم المتحدة تربط دائما الغذاء بالأمن، معناها عدم توفر المواد الأساسية للحاجات الضرورية للآخر عدم استقرار. ربما هو كما صرنا نحن في 5 أكتوبر 88 ومثل ما صرنا في 2011 ثورة الزيت والسكر وغيرها. جميل، نعود نولي الجزائر. الجزائر من ناحية الأمن الغذائي في أي خانة نقدر نصنفوها دكتور؟ الجزائر ماهيش مكتفية وما عندهاش اكتفاء ذاتي، البرامج تاعها مرتبطة دائما بالدعم الغذاء، لكنها ما راحتش عالجت ولا راحت المشكله في الشق الاقتصادي سبب هذه المشكله. ماهوش فقط اننا نوفروا الغذاء او ندعموا الغذاء خلاص احنا وفرنا في هذه دائما هذا البريكولاج ولا هذه الاعتماد تاع السياسه هذه هي مدى قصير ماهوش مدى طويل، لازم نشوفوا لب المشكله وعلاه ما كانش عندنا ما نقدروش اننا نوفروا مواد غذائيه محليه محليه هنا محليه الصنع والغذاء اللي نعم. دكتور رياض، علاش احنا ما قدرناش الجزائر نوفروا الغذاء تاعنا، نوفروا غذاء بمنتوج محلي؟ المساحه عندنا الله يبارك، عندنا اليد العامله كاين، الدوله الافريقيه اسمح لي الورده الباقيه اللي عندها اربع فصول يعني من ناحيه المناخ عندنا اربع فصول، علاش يعني احنا ما قدرناش في التربه نشوفوها من التربه المالحه الى التربه الصحراويه، معناها نقدر تصلح فيها. شوف يعني هو البرامج اللي تقوم بهم خاصة وزارة الفلاحة هي برامج غير فعالة. لماذا؟ لأنها تعتمد فقط على علاج المشكلة فقط في الحال مش في المدى الطويل. لازم هنا دوكا لازم نهتموا أول حاجة بالسلسلة الأولى تاع الغذاء، أننا نوفر مخابر محلية مش معتمدة على الدول الأجنبية، لأن الدول الأجنبية دائما تعطينا دائما تخلق لنا دي كريز أزمات. ولهذا لازم نوفر الحلقة الأساسية وهي مخابر محلية في البذور، معناها لازم نعتمدوا على البذور، لازم تكون بذور محلية الصنع باش ما يعطيوناش ما يكونش عندهم هذا وما يفرونناش هذه المادة الأساسية تاع البذور، ما يكونش عندنا احنا الإنتاج لهنا. كذلك لازم نخمموا في المدى الطويل أننا نطوروا خبراء في الفلاحة، مختصين في الفلاحة يدرسوا نديروا خلايا خاصة تدرس خلايا خاصة الأزمات قبل ما تحدث، معناها تتنبأ بالأزمات قبل ما تحدث، مش نصرا حتى توصل كما المشكلة المرة اللي فاتت البطاطا حتى الآخر ونصبحنا نفكروا نستوردوها من الخارج. استوردنا بطاطا تاع الخنازير من كندا، من كندا بطاطا تاع الخنازير أكرمكم الله.
وهذا ما تنسوش باللي ان الجزائر كانت هي الدوله قبل هي الدوله المصدره للمواد الغذائيه لفرنسا والاخر اللي سبب تاعها هي سبب هذيك الحادثه تاع المروحه هي فقط الاخر هي حادثه بصح المشكل تاعها ان الغذاء كان غير متوفر في فرنسا وعد الاخر راح استغلتنا واحتلتنا هذا قبل 1830 احنا نحكيو الان على 2016 ما زال الجزائر تستورد القمح ما زالت بالرغم لهذا نقول ونزيد نعاودوا ان الدوله ولا في الاراضي الزراعيه تاع الجزائر تقدر تنتج وكاينه دراسه تقدر تنتج وتصدر القمح بكل سهوله. نعم سيد رياض جدار عضو بجمعيه حمايه المستهلك، ما تشوفش انه في السنوات الاخيره في العقد الاخير من 2000 حتى 2010 حتى نسبه النمو الديموغرافي في الجزائر زادت يعني بعد ما خرجنا من العشريه السوداء وبالتالي زاد معدل الاستهلاك لكن الانتاج بقى في نفسه يعني في نفس الارقام، ما تشوفش ربما هذا سبب من بين الاسباب اللي خلتنا ما نحققوش الاكتفاء ذاتي؟ احنا نقول احنا هذا المفهوم يقدر يرتبط بالمدى القصير، بصح باش نشوفوا حنايا ان الدول كاين دول غربيه تصدر عندها اكتفاء ذاتي وتحصد مرتين كما كندا تحصد مرتين في العام وتزيد تصدر للدول الاخرى وتعطي معناها تصدر الدول بالرغم ان عندها الهجره وعندها تكفي الماء الاخر، ما نقدروش ما نربطوش فقط المفهوم باللي ان عندنا نمو ديموغرافي، هذا النمو الديموغرافي نقدروا نستغلوه هذا باليد العامله هذه نستغلوها في الفلاحه. لكن سامحني الدكتور رياض، مثلا رب اسره عنده 4 دراري او يقضي بوتيره معينه، ما انت عنده في السمانه يقضي 4 كيلو بطاطا ولا، لكن في حال انه زادوا اعداد الافراد الاسره تاعو لازم يزيد في القضيه الميزانيه تاع الغذاء تزيد تطلع يعني نفس الشيء. وهذا اللي يخلق الطلب واللي يخلق ومعناها يخلق زياده في السعر وزياده في السعر تخلق كذلك مشاكل في الامن وكذا، ولهذا حبيت نربط هذه المشكله هذه دائما نربطها بالسلسله الاولى هي اننا نوفروا للغذاء او الانتاج المحلي، ما نخليوش درك خاصه في المشكله في المشاكل الاقتصاديه مشكله الندره او مشكله الاختيار اللي هي ركنين اساسيين في المشكله الاقتصاديه، لازم نوفروا المواد الاساسيه محليه الصنع باش نقولوا بلي رانا عندنا امن غذائي. لكن المواد الاساسيه محليه الصنع كما احنا نقولوا الزيت القهوه والسكر والسميد هذه المواد الاساسيه، حنا ويجي البابور يجي بيحط هذه المواد يجوا المصانع ولا كل واحد ياخذ لابار تاعو يعاود يزيد لها شويه وكل واحد يحط، مثلا القهاوي عندنا 15 ولا 17 ماركه تاع قهوه يعني والله ما قدرت نحسبهم ما قوت بزاف عندنا القهاوي في الجزائر، لكن يعني كلها مستورده كلها تلقاها من البرازيل ولا من افريقيا ولا، كاين فرق ما بين تحقيق انه المنتوج يكون محلي مصنوع 100% او ما بين انك تستورد من الخارج وتعبأ في علب ولا في اكياس وتكتب صنع الجزائر. صنع الجزائري صح، كنت نشوفوا دوكا حتى في الصنايع في الالكترونيك في الاخر، لهذا يرجع خاصه التطور التكنولوجي اللي وصلت عنده الدول هذه والاشهار والتسويق والماركتينغ ولا. احنا صح دخلنا في اقتصاد السوق ومحتم من دخلنا وان شاء الله راح ندخلوا حتى منظمه التجاره العالميه، محتم علينا ما نقدروش الان خاصه الاحتكار تاع كاين بعض الشركات تحتكر هذه، وهذا لازم نتبهوا ليه مليح لان هذه الشركات الاجنبيه هذه تتبع اسلوب اغراق الاسواق. كون نشوفوا دركا خاصه في ماده القهوه ولا ماده السكر او ماده الاخر نشوفوها بانها تقوم شركات تستوردها وهي نقدروا اننا نصنعوها هنايا، بصح اذا صنعنا هنا تكلف من راه البن يعني اللي عندك راه تكلف لنا ولا احنا دوكا البن نقدروا نديروا كما قلت لك الحلقه الاولى نوفروا المخابر، الاراضي تاعنا تقدر تكون عندها على الاراضي تاعنا مختلفه على الاراضي البرازيليه تاع في البرازيل او الموجوده في امريكا اللاتينيه. يعني المشكل لكن تقول انه المشكل انت تعتبره انه هو غياب سياسه رشيده في المجال الفلاحي. يعطيك الصحه، هو غياب سياسه رشيده برامج وندعاج، المشكله هو موجود توفير نوفروا المخابر المؤهلين والاشخاص المؤهلين لهذا القطاع، ماهوش نجيبوا قطاع فلاحي لانسان غير مؤهل في هذا القطاع هذه، نعطيو الاراضي الفلاحيه الاخر للناس اللي عندها متخصصه في الفلاحه، كنت تشوف البرامج الجزائر الحمد لله في هذه الافيه بدات تفكر خاصه في التكوين المهني والتكوين الاخر بدا يفتحوا برامج خاصه للناس باش يكونوهم في المجال الفلاحي.
نعم، بالحديث عن التكوين في المجال الفلاحي نروح المحور الثاني من نقاشنا. دكتور رياض جدار عضو بجمعية حماية المستهلك أستاذ جامعي، أستاذ متخصص في الاقتصاد. هذه المرة نركز على الجانب الاقتصادي. الجزائر أطلقت العديد من البرامج الخاصة بالقطاع الفلاحي، منها استصلاح الأراضي الفلاحية، منحنا ديون للفلاحين باش يغسلوا أراضيهم، درنا تعاضديات فلاحية، درنا تعاونيات فلاحية، في وقت بومدين درنا قرى اشتراكية. لكن كل هذه المشاريع ما تجبش الثمار تاعها. الان سؤال نطرحه، لماذا هذه المشاريع فشلت؟ هل انه الدراسه تاعها ما كانتش مليحه، ولا البيجي المبلغ اللي كان مخصص ليها ما كانش في نفس التطلعات اللي كنا حابين نوصلوا ليهم؟ شوف، شكرا. هذه سؤال تاعك محوري صح، ان المشكل الان ان صح نوفروا الاموال، نوفروا الاراضي، نعطيو الدعم كما شفت الشق الاول في الاموال، نعطيو الدعم كذلك في العتاد، وما نلقاوش الانتاج. هذا صح يصبح مشكل. لهنا علاه كاينه حلقه اساسيه وهي المتابعه. ما كانش لازم نفتحوا الان لجان خاصه في وزاره الفلاحه تقوم بمتابعه هذا الانتاج. انا اعطيتك قرض كوزاره فلاحه، اعطيت لك دعم في العتاد، ممكن انني نوجهك لان توفر لي منتوج معين كما توفر البطاطا. ماهوش كما دوكا خاصه في البرامج الحاليه دوكا، يعطي له الدعم، يعطي له يوفر له الاخر ويخليه ينتج كما واش ما كانش في السوق. البطاطا ما كانش، انتج البطاطا فقط، ومن بعدها او يحتاج ماده معينه اخرى، القمح، يقول له هذا بريكولاج. لازم واش نديروا؟ لازم نوجهوا، لازم نعطيه برامج صح ونراقبوا هذه البرامج هذه. واش نحت ما دام عطيت لك قرض وعطيت لك الاخر وانت مختص في انتاج تاع القمح او انتاج تاع البطاطا، انتج لي البطاطا ولا القمح في هذه الفتره. وهذا هو اللي المتابعه ما كانش. الجزائر صح الحمد لله البرامج وفرت لنا راس المال، ما نقولوش لا، وفرت الاخر مسحت الديون تاع الفلاحين باش يكون انتاج، بصح الانتاج ما كانش. انتاج ما كانش للاسف، هذا هو حال الجزائر. الانتاج ما كانش، الحل اليوم شنو هو؟ الحل الان لازم نفكروا ونبدلوا نغيروا النمط تاع التفكير تاعنا اللي راهو مبني فقط على الدعم تاع المواد الاساسيه او الاستيراد. لازم دركا نوفروا، لان الغذاء اصبح مرتبط بالامن. وفي الاخر تاع السؤال الجوهري تاعك، لماذا ارتبط او لماذا اليوم الاحتلال ما ولاش بالاسلحه وبالاخر اللي نحكمك بيدك بالغذاء؟ بالغذاء هاكو تشوفوا دوكا الشركات، خاصة هذو الشركات الغربية هذه، ماشي راح ترحمك إذا تشوف البرامج تاعك بديت توفر في المواد الأساسية وتوفر في الآخر، ماشي راح ترحمك تخليك توفر لك البذور. أي من بعد تخلق لك مشكلة بلي أنها في الآخر، مش راح ترحمك في الماركتينغ. هي عندها حتى هي عندها شركات ما في الآخر بأشكال متغيرة بالإشهار. دكتور سامحني في هذه النقطة، أنت من خلال كلامك نفهموا أنه كاين شركات عالمية، كاين مخابر عالمية، لوبيات راهي تمارس ضغط على الجزائر، هي اللي كانت السبب وراء فشل المنظومه الاستصلاح الفلاحه في البلاد. نعم، الجزائر قامت بكل برامج، قامت بكل بتوفير كل الوسائل، بصح اهملت حاجه وهي المتابعه، انها ما تابعتش هذه البرامج، خلات لوبيات يشوفوا الحلقه الضعيفه اللي في الاخر في الفلاحه، وهي ان المتابعه في القطاع في هذه الاخر، ولات غيرت كي تشوفوا كما خشت الشركات الاجنبيه هذه، خلقت ازمات في توفير تاع البذور، تخلق لنا ازمات في توفير تاع الاسمنت، ترفع لنا سعر تاع الاسمنت، تزيد ترتفع الاسعار. نبقى في الجانب الفلاحي، هذه اللوبيات مين هي؟ من داخل الوزاره، من الخارج؟ لا لا لا، هي اللوبيات هذه تعمل في الاقتصاد، خاصه في الاقتصاد. هذو شركات متعدده الجنسيات يعملوا في يشوفوا الصالح تاعهم، راس مال تاعهم دائما يكون هو كان انت راك كنت عنده كزبون، انت تشري عليه ماده القمح، لازم تبقى ديما هو يشوفك دائما في المدى الطويل، يشوفك دائما تبقى عند يدعمك صح في الاول، يعطيك يقول برامج خاصه في المنظمه في تاع البرامج اللي تقوم بها دائما واللي تعطينا فيها تعطينا منظمه الامم المتحده، بصح ما يعطيلكش الحل المجهر جوهري بان لازم طبعا هو يشوف من الجانب المصلحه الخاصه والمصلحه اللي يحيديها فيك. الاستاذ رياض الجدار من جمعيه حمايه المستهلك، الحديث معك حيتواصل وحنحدث نتحدثوا حول العادات الغذائية للجزائريين وعلاقتها بالأمن الغذائي، لكن بعد هذا الفصل القصير ونعود نقول لكم مشاهدينا.
عودة من جديد لكم مشاهدينا، وصباح الخير لكل من التحق ولكل من استيقظ الآن والتحق بنا الآن. الساعة راهي 9 غير 4، مازال الحال صباح بكري شوية لكل اللي يتابع فينا. نقول لكم بقاو معنا لغاية 10 بمواضيع اليوم. عندنا مواضيع متعددة ومتنوعة. الآن كنا توقفنا في موضوع الأمن الغذائي في الجزائر ومتى سيتحقق هذا الأمن الغذائي، والآن حنروح إلى محور آخر من النقاش وآخر محور، وهو العادات الغذائية للجزائر وعلاقتها بالأمن الغذائي، مع ضيفنا السيد رياض جدار عضو بجمعية حماية المستهلك وأستاذ جامعي. سي رياض، احنا في العشرية الأخيرة تغيرت بزاف العادات تاع الجزائريين في الأكل، يعني ولينا نحبوا ناكلوا بزاف برا، يعني ولات كل عائلة يعني عندها ثقافة أنها تخرج تتعشى برا، تخرج تفطر برا، مع الجو تاع العمل يعني في العديد من الأحيان نفطروا برا. هل هذه العادات الجديدة عندها علاقة بالأمن الغذائي؟ فشق هذا السؤال لازم نشوف المحور الأساسي تاع هذا السؤال، هو توفير تاع المواد الغذائية، أو أن كما قلت نتايا العادات والتقاليد تاع الجزائر تعتبر قارة، ما نشوفوش فقط نشوفوا في العاصمة فقط، صح كما قلت نتايا يخرج رب العائلة، مع لأن رب العائلة والمرأة والزوج الزوج يعملوا لازم عليهم حتى ما يخرجوا مرة ولا مرتين في الأسبوع باش يتناولوا الأخر، لأن باش المرأة كل يوم توفر هذه المواد الغذائية توفر الغذاء وتوفر الحاجات تاع الأخر من المستحيل. لا، لكن هي تولدت في 48 ولاية، يعني قسنطينة عندهم الصباح حمص دوبل زيت، في الصحراء عندهم الأخر تاعهم، في وهران عندهم كباب يعني الشاورما، يعني حتى الشخشوخه والرشته ولاو يتباعوا ولينا ناكلوهم برا في الريستورانت في المطاعم. صح، هو هذه الثقافه هذيكم مادام احنا مفتحين على كل الاخر في التلفزيون وفي الاخر هذا اصبحت ولا شيء، اصبحوا خاصه رب الاخر ياكلوا برا، وهذا دخل في الماركتينغ في التسويق. دوك الدول هذه خاصه الجزائر في العادات التقاليد تاعهم شافوا، خاصه التجار شافوا باللي الاستهلاك تاع، وشافوا عرفوا واش هما المواد اللي تستهلكها بالكثافه خاصه في عند الاسره، ودرسوا باش يستقطبوا اكبر عدد من الزبائن، وخلاص اعتمدوا لو سمحتوا تقريبا في الاسره ولو اللي يخرجوا في مرتين الى 4 مرات، كاينين اللي يخرجوا يوميا لتناول الغذاء خارج البيت. نعم، في الختام السيد رياض جدار، نعود نحكيو على المجلس الوطني للغذاء اللي هو من بين النقاط اللي راكم برمجينها مساء اليوم في الندوه الصحفيه اللي اعتقدها جمعيه حمايه المستهلك بقصر المعارض صافيكس على الساعه 12:30 على الساعه منتصف النهار ونصف اليوم بصافيكس. نعم، شوف اليوم احنا هذه الندوه هذه احنا نعتمدوا عليها في على الامن الغذائي كما في جوهر المعتنى، المواد الاساسيه اللي عندها استهلاك باش ان شاء الله تفكر المؤسسات والجمعيات باش تكون ان شاء الله تكون محليه الصنع، وهذا هو جوهر الاخر، لان الاعتماد على الاستيراد في كل خاصة في المواد الأساسية أصبح مشكل، وأصبح يعطينا عدم استقرار في الأمن الغذائي. نعم، نشكرك كثير سيد رياض حدار عضو بجمعية حماية المستهلك وأستاذ جامعي، كنت معنا الحديث حول الأمن الغذائي. أما أنتم مشاهدينا متواصلين معكم، بعد قليل حنقوم بجولة في العالم هذا الصباح نتعرفوا فيها على أهم الأحداث الدولية في العالم هذا الصباح.